على العيله يا كابتن مدحت. يا كابتن ايمن عملناه عشان مصر تتحرر ونجحنا. تم استغلاله تم استغلال ميدان التخريب بشكل غير عادي. صحيح. ده كان يوم الجمعه اجمل يوم اسري لينا كلنا. انت بتشتغل بتتلم، انت بتشتغل بتتلم، ولادك بيتلموا، احفادك بيتلموا، بنتلم كلنا. زهقنا. طيب يعني بارك لاحمد جعفر. جعفر مبروك. ربنا يخليك يا ايمن. انا عارف طبعا ان مبروك، لكن مزاجك كان باين عليك في الملعب. انك وارجو انك تفسر لي او تؤكد ان مزاجك اتعكر من الموقف اللي حصل بتاع شيكابالا، ونفسك للمباراه ما بقتش موجوده. حتى لما انفردت بالجول ما كانش عندك الاهتمام التهديفي، حتى في العشر دقايق الاخيره من المباراه بقيت تموت المباراه وعايز تخلص المباراه. كنت غير مستمتع باللي حصل فيها واحداثها، سواء من الجمهور اللي وقف بره فرقع شماريخ وقنابل والكلام ده كله، او زمايلك. كان مزاجك مش احمد جعفر النهارده. الله والله يا كابتن. الحمد لله طبعا. بس حضرتك الاول على كابتن مدحت، على كابتن مصطفى طبعا. والله كابتن الحمد لله طبعا على الفوز طبعا. ده مش ايه، بس هو العمليه ما كانتش يعني محتاجه الموقف ده. يعني الموقف ما كانش ينفع يحصل. يعني كنا كسبانين الحمد لله، والماتش ماشي سجال الحمد لله، وربنا كرمنا وبنأدي وكسبانين 2-0 بقى. بس ده اثر على مزاجك يا احمد، هو ده اللي انا بقوله. ده اثر على مزاجك في اللعب. على اللعيبه كلها، وعلى حتى على الموجودين بره والموجودين في الملعب وكده. تحس ان اللعب خلاص، يعني العمليه متنشنه ومش مستحمله، رغم ان احنا كسبانين الحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا هناك ب 2-0 وهنا 2-0. يعني اللي كانت ما كانتش يعني مستاهله كله، بس الحمد لله كل شيء ان شاء الله. موقف يا كابتن ويعدي على خير باذن الله. ان شاء الله. طب انت في الاوضه، في الاوضه حسيت ان في يعني ردود فعل من شيكابالا؟ ندم، احساس بال عايز يعتذر؟ هل اتلم الموقف ولا فضل الموقف كل واحد في حته؟ لا والله يا كابتن انا ما اضحكش عليك، يعني ما دخلنا الاوضه لعيبه وكل واحد غير وكل واحد مشي. يعني ما شيكابالا تلاقيه مشي من الاوضه على طول على بره يا احمد. اتفقنا ان كل واحد بكره. اعتقد هذا احمد اجيب لك كل لعيب، ان كل لعيب بكره ان شاء الله الساعه 12 في المطار وخلاص. يعني ده اللي حصل. يعني هل كان شيكابالا زي ما بيقول الكابتن مصطفى جعفر مشي بعد الموقف ده؟ يعني رجعتوا لقيتوه في الاوضه ولا كان مشي؟ لا والله كابتن شيكابالا ما كانش موجود في الاوضه. انا كان مشي. ده المتوقع. طبيعي طبعا. انت الحقيقه تدخلك رائع يا جعفر. يعني انت قلت له ايه لما رحت له؟ طبعا المشهد قدامنا واضح يعني. لا والله قلت له خلاص حصل خير، يعني معلش وان شاء الله تعوض الماتش الجاي وما تزعلش، ما تزعلش نفسك وكده يا كابتن. يعني عادي، يعني العمليه مش مستاهله تنشانه وكده. يعني طب هو كان ايه وجهه نظره يا جعفر؟ هو شيكابالا كان بس متضايق يا كابتن عشان حته التغيير دي، بس كده مش اكتر يعني. وكان نفسه يكمل الماتش وكده يعني. طب ما انت اتغيرت مليون مره وبتجيب اهداف وبتلعب ماتشات احتياطي، ولا طول عمرك محترم وبنضرب بيك المثل يا جعفر. هو كابتن بس كان حابب يكمل الماتش وكده، بس يعني زي ما تقول برضه الكابتن قلق في حته ان احمد حسن اتطرد وكده، فالعمليه كانت صعبه شويه. فالكابتن خاف يعني يحصل اي حاجه في الملعب وكده، فقال لك امن بقى انا سعيد وكده، يبقى مهاني موجود نعمل كثافه عاديه في نص الملعب، نقفل الملعب في نص الجيم بتاعنا الحمد لله وكده. بس هو ده اللي حصل يعني. الظروف بس يعني هي اللي حصل فيها كده، بس الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله الموقف ده يعدي باذن الله. ان شاء الله. طبعا احنا مقدرين ردودك اكيد يا جعفر. انت هتروح على طول يا احمد ولا هتطلع على شيكابالا في بيته وتحاول تشوفوا الموضوع وتعملوا ايه؟ لا ان شاء الله مثلا نكلمه كده ونروح باذن الله نقعد معاه. يعني انا اتخيل ان هو لازم الاعتذار يبقى النهارده، عشان الموضوع كان لازم يتلم النهارده. ان شاء الله يتلم باذن الله يا كابتن. ما فيش مشاكل. شيكابالا لعيب كبير وطبعا، وان شاء الله باذن الله يقدم اعتذار طبعا ويرجع تاني، وان شاء الله ما فيش اي مشاكل باذن الله. ان شاء الله يا جعفر. ودايما يا ابني بنضرب بيك المثل في الاخلاق الراقيه، لانه الانسان سمعه وسيط وذكرى، وانت بتسيب كل حاجه جميله يا جعفر الحقيقه في سلوكياتك كلها، سواء كنت بره الملعب او جوه الملعب. الحمد لله طبعا يا كابتن على كل شيء طبعا. انا بدي الامور طبعا نادي الزمالك الفوز وكده، وان شاء الله الصعود باذن الله، وان شاء الله نكمل باذن الله الفتره الجايه نبقى افضل من كده باذن الله. ان شاء الله. بالتوفيق يا احمد، والف مبروك يا احمد. الف مبروك يا كابتن. شكرا يا كابتن. الف مبروك. يعني اذا كان حد يطرح له البيت يا كابتن، ده يطرح للكابتن حسن الشحاته مش للشيكابالا. لا انا بتكلم يطرح له البيت، يتاخد يروح للكابتن حسن. انا ما اعتقدش النهارده، انا بتكلم يروح يتجاب من بيته يروح لبيت الكابتن حسن. النهارده كابتن ايمن ما ينفعش. النهارده صعب، النهارده العمليه سخنه وحاميه. لكن انا عايز اقول حته تانية بمناسبه الانفلات اللي احنا بنقوله في الشارع. هناك يا كابتن مدحت انفلات اعلامي ايضا، وهو دي الكارثه.